واضح ان موضوع والدتك افقدك تركيزك تماما. انا مش فاهمه قصد معالي. هو من امتى الحزب بياخد اي قرارات او يقوم باي نشاطات من غير ما اسمعنا؟ طب يا ريت معاليك توضح اكتر من كده، لان انا مش فاهمه سيادتك بتتكلم عن ايه اصلا. مثلا موضوع زياره البيه للصعيد، ازاي ما اسمعش عنها غير من التلفزيون زي اي يا فندم؟ انا ما رحتش، انا اتبلغت بالزياره بحكم مسؤوليتي في الحزب. لما تكون في زياره بالاهميه دي لازم تقولي لي، يمكن ما اعرفش. افرض الرئيس اتصل بيا يسأل عن أي تفصيل، إيه؟ ما يلاقيش عندي كده أي رد. وبعدين في إشاعة بتقول إنك قريبة قوي من الهانم وإنها بتثق فيكي كويس قوي، مع إن أكتر واحد عارف إن مالكيش أي علاقة بيها. طب وافرض إن أنا علاقتي كويسة بالهانم، ده يضيق سعادتك في حاجة؟ بقى أنت صاحبة الإشاعة دي. وليه يا فندم إشاعة؟ أنا فعلاً علاقتي كويسة بالكل مش بالهانم بس. اسمعي لي كويس يا زهرة، أنت بتلعبي لعبة مش أنت، والغريب إنك بتلعبيها وأنت في أسوأ ظروفك. يعني بدل ما تركزي في موضوع والدتك بتحاربي عشان توصلي لكرسي كبير عليكي. وعايزك تفهمي إن كل تحركاتك أنا عارفها كويس، بما فيها انك صحيتي موضوع توفيق البدري ابن اختي. يا فندم هو انا في ايه ولا في ايه؟ انا ماليش علاقه بكل اللي سيادتك بتقوله. حتى موضوع توفيق البدري مش انا اللي اتكلمت عنه، دي تقارير امنيه، انا ايه علاقتي؟ ماشي يا زهرة، انت تقدري تنكري زي ما انت عايزه، بس وقت ما هتاكد انك بتلعبي من ورا ظهري صدقيني مش هتكوني مبسوطه. خلاص وقفت على رجلي، ومحدش يقدر يركع. تفتكروا اكلم عادل؟ نو عادل مش فاضي، مش مركز الا في والدته، سيبه في حاله بقى. ماما انا ملاحظه ان انت مش مهتمه باختفاء جمال. جو سوي فريمون ديزولي، وقلقانه على ولد، بس قلت لك قبل كده ان دي غراند ريسبونسابيليتي. فريمون انا لو لقيته اسلمه بوليس على طول، لو مش اخت والدته تاخده. يا جماعه احنا فعلا موقفنا محرج جدا. ولد ده مسؤولية، يعني أكيد خالته لما تعرف أكيد هتعمل مشكلة كبيرة جدا. أنا ما يهمنيش أي حد دلوقتي غير إن أنا أطمن عليه. إيه ده؟ نمرة غريبة، تفتكر هو؟ ألو؟ أيوه أنا ليلي سليم البدري. أنا مش فاهمة حاجة. نعيده من تاني، بقول لك الواد جمال معانا، هنذبحه بكره الساعة 10 بالليل، لو ما حضرتيش 250 ألف جنيه، أي حاجة هتعمليها غير إنك تحطي الفلوس في العنوان اللي هبعته لك قريب قوي، هتلاقي راس جمال في كيس بلاستيك. يقتلوني أنا؟ إزاي؟ عارف كويس قوي ان ده مش في مصلحه الحكومه، والرئيس لا يمكن هيوافق على كده. انا متاكد انه بيحبني، ده بيعتمد عليا في امور كتير قوي، وانت عارف كده كويس يا فندم. انا سامع ان السيد وزير الداخليه والسيد رئيس الوزراء بعد ما اجتمعوا مع بعض بيتقال ان هما بكره هيروحوا يقابلوا الرئيس وهيتكلموا في المساله دي. حتى رئيس الوزراء كان بيكلمني من 4 ساعات ومفيش أي حاجة بنتي. هو واضح إن وزير الداخلية خلاص حطك في دماغه، وخصوصا بعد موضوع توفيق البدري ما اتفتح. وأنا ذنبي إيه؟ واد مجنون وطايش، أنا ذنبي إيه؟ ما يقتلوه، روح اقتلوه. أنا لو شفته هقتله بإيديا الاتنين دول، ولا إنيش أشيل وزر زي ده. أنا آسف على فكرة جدا، بس أنا عارف أنا لازم أحكي لك عن كل حاجة أنا بسمعها بتوصلني، وده واجبي. أيوه بس هو أنا عملت إيه؟ أنا ما عملتش حاجة غلط، أنا كل اللي بعمله إني بنفذ تعليمات القيادة السياسية بالحرف. حتى البينا لسه كنت معاه من كام يوم وما كلمنيش في أي حاجة زي دي، والأمور بينا على أحسن ما يكون. أنا هتصل بيه لأن هو الوحيد اللي هيقف. بلاش بلاش يا معالي الوزير،
البي ما بيحبكش زي ما بيبين لك، هما عاوزين يغيروا الوشوش، عاوزين يتخلصوا من الحرس القديم. اعتقد انك انت ملاحظ ده من فتره. حرس قديم؟ ده انا حيالله بقى لي 3 4 سنين في المنصب ده، وانت عارف كويس قوي ان في ناس بقى لها 20 سنه في المساره. انت ليه مش عايز نعمل اي تحرك؟ عايز تنط من المركب قبل ما تغرق وتسيبنا انا؟ لو الكلام كده ما كنتش جيت بلغتك من اساسه. ثم انت عارف قد ايه انا مخلص لساعتك. انت مخلص لنفسك وبس. بلاش العصبيه والتوتر يلهونا عن التفكير في كيفيه التخلص من الموقف الصعب اللي احنا فيه. ممكن بعد ساعات على فكره يطلع قرار بالاقاله. انا مش بقول لك ما تتحركش، لا لازم نتحرك، بس نتحرك صح في الاتجاه السليم. اتخطف؟ اتخطف ازاي؟ انتي متأكدة من الكلام اللي بتقوليه ده يا توبة؟ يوه طبعا متأكدة، ده لسه طالعة من تحت والدنيا مقلوبة، وشفت البنت اللي اسمها ليلوة ديت ولا اسمها ايه مش عارفة، هي والجدع اللي اسمه أمير ومعاهم زينهم وقاعدين بيتكلموا بيقولوا الواد مخطوف ومطلوب فدية. أنا هكلم زهرة، هي اللي هتلاقي ابن الشحات. قومي هاتيلي المحمول. زهرة مين؟ زهرة غانم يا بت، أم علي. والنبي معرفها. طب قومي هاتي المحمول، ما تقلبيش دماغي يا بت امبارح انتي. يا سلام، وانا بقى ايه اللي يخصبني على كده؟ قولي للمستر اللي فاكرنا قاعدين للسقطة واللقطة. ولا سقطة ولا لقطة، انا ما على الرسول الا البلاغ. ده راجل غني مليونير ومقتدر، اما الحكايات بقى انه متجوز 3 دي راحة ليك يا حبيبتي، راحة. كل شوية نطلك ويجيلك، لا خلاص انت هتبقي الست بتاعته، بتاعت الفرفشه والضحك والفسح والسفر وايه والنغنغه كلها، ينغنغك جيب لك شيء وشويات، ايش قرمزات ايش دهب، امني مستقبلك يا حبيبتي. كل اللي بتقوله ده ما يهمنيش اصلا يا استاذ جعفر، ولا حتى مساله انه متجوز، لكن انا مش بيعه وشروه يعني جاي ياخدني من سوق الجواري ولا ايه؟ وبعدين انا حتى ما شفتوش غير مره واحده يتيمه، اتجوزه ازاي بقى؟ ده هتقول لي نه اقعدي معاه شوفيه. ايه يا دكتور شكلك بتفكري؟ بس خدي بالك لو شفتيه ووافقتي لازم تلتزمي بالحاجات. نعم يا اخويا. الشيخ محمد قال انه شاري الدكتوره فاتن ومستعد يدفع المهر اللي هي عايزاه بشرط انها تتحجب، ولو اتنقبت يدفع المهر دبل. كل شويه مشاكل مشاكل مشاكل، ما بقتش فاهم انا. هو احنا جايين نتخانق هنا؟ المفروض ان جمال ده ابن المنطقه كلها، يعني كلكم لازم تساعدوني. حصل وقبل كده جبناهولك وقلتي هتربيه وضيعتيه، ودلوقتي جايه تقولي دوروا عليه. لما انت مش قد المسؤوليه بتشيليها ليه؟ ممكن لو سمحت تتكلم بادب شويه. اهلا، انت جيت يا عم الحلو، ده انا مستنيك تتكلم من بدري. قول لي بقى يا حبيبي ايه حكايتك؟ طالع نازل على المضمزيل وامها، ايه ناوي تلبسنا العمه والسلطانيه في الحلميه ولا ايه؟ ايه ده ايه ده سيكواسا، على فكره انت مش محترم. مين ده اللي مش محترم؟ اسمع كويس، اوعى تفتكر ان انا ممكن اقلق من الكلام اللي انت بتقوله وشويه الحركات دي. انا محامي المضمزيل، والمضمزيل والدتها فوق كل الشروط، ومفروض حضرتك عارف ليه البدري كويس قوي. كل شويه البدري وعيلة البدري، الله يرحمك يا عم زينهم، ساعة لما حلقت العدل البدري زيرو لما عكس قمر أسره. الموضوع ده لازم ينتهي، يا إما هقطع رجلك بالحلمية تما. الله 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 الله، إيه يا جماعة مالكم؟ في إيه؟ إيه اللي بيحصل بالظبط؟ كويس إنك جيت يا حضرة الأمين عشان تحضرنا. لينا بقى الأفندي ده ليل ونهار طالع عند المضمزيل وأمها وستات عايشين لوحدهم، بيعمل إيه؟ لا انت زودتها قوي، احنا في مصيبه وكارثه وحضرتك عمال تتكلم في كلام فاضي. يا اخي عيب على رجولتك، لو عايز تعمل فيها كبير وراجل يعني من باب اولى تفكر في الطفل اللي اتخطف. طفل اللي اتخطف؟ مين ده اللي اتخطف بالظبط؟
جمال، جمال ابن الشحات. استنوا، انا افتكرت حاجه، انا فعلا شفت الصبح راكب ميكروباص مع واحد غريب، بس متهيألي شكله مش غريب عليا قوي يعني. ساكت ليه يا ادم الصبح؟ ما كنت تنطق. ماشي، على العموم لولا الظروف اللي احنا فيها دي كان هيبقى لي كلام تاني مع ناس واقفه، بس مش وقته، خلينا في الوقت دلوقتي. بقول لكم يا جماعه، لو انتوا عايزين الصح بقى المفروض تطلعوا على الاسم تعملوا محضر وتاخدوا الانسه معاكم، وانت كمان يا قرموط. لا احنا مش بتوع محاضر يا عم جمعه، المحاضر دي اتعملت للقطع مش اللي زي حالاتي. الليله دي عندي وانا اللي هجيب الواد. اعملوا اللي تعملوه، المهم جمال يرجع. ايه يا نزوكة، ايه رأيك؟ هو ايه ده اللي انا باكله؟ ده على بسة. على ايه؟ على بسة يا روح قلبي. طعمه حلو قوي. هو ما كانش في حد ليه بيأكلني الحلبسة دي؟ دي حلوة قوي. ولسه يا نزوكة، ولسه معايا هتشوفي كل ما هو جديد. أنا اللي هوريك الدنيا على أصولها، مش تقولي لي سليم البدر اللي صدعتيني بيه ده. إيه الحكاية يا طارق؟ فهمني، سامع إيه؟ الحقيقة يا فندم اللي أنا سامعه ما يطمنش خالص، في فعلا تيار شديد وسعادتك للأسف ما حاولتش تقاومه خالص. الوزير بتاعكم مش كده؟ ما أقدرش أقول إن هو لوحده، بس اللي أقدر أقوله إن الموضوع بادي من بره، يعني معلومات بسيطة اتسربت ووصلت للقيادات بسرعة. مين اللي بيحفر ورا الدكتور؟ أنت شاكك في مين؟ قول كل المعلومات اللي عندك. زهرة جهنم مش كده؟ ما أقدرش أقول لسعادتك شخص معين أو جهة محددة، بس من الأسباب القوية اللي وصلتنا لكده صفوة سلطان. صفوة؟ بس ده ما بيهاجمنيش بقاله فترة، المفروض إنك مسيطر عليه وتحت طوعك. بس هو اللي ورا سير التوفيق البدري، واللي أنا بقوله لسعادتك ده معلومة. شوية يا عادل، عايزة أتكلم معاك في حاجات كتير، نفسي أتكلم مع حد يفهمني. حسن الليسي. ألو، أهلا حسن بيه، إزاي حضرتك؟ لا 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 لا، صاحي طبعا. إيه؟ متأكد إنها أمي؟ لا هو الحمد لله يا عادل، الحمد لله. ايوه بس انا مش في البيت دلوقتي، خليهم يجيبوه على هنا. بص حضرتك اقفل وانا هبعت لحضرتك العنوان في رساله على طول. شكرا شكرا. الحمد لله يا عادل، الحمد لله. احمدك يا رب، احمدك واشكر فضلك يا رب. ذاك العنوان؟ ايوه، 10 حاره عبود بولاق الدكرور. حاره عبود؟ تعرف حارة عبود دي؟ ادي امباليه. عيب عليك يا معلم، ده انا حماده تربو شطان الامباليه. ربنا يستر. ادخل. انت الفلوس جبتها، بس خد بالك دي فلوس النقله الثقيله، يعني لو راحت ضعنا. عيب عليك ياض، انت شايفني لابس بنطلون بترتر. معاش يا اسطوركم. لما الواد يرجع لك ويبقى في حضنك لينا قاعده نتحاسب فيها. يا اخي زنهم لو سمحت، اخو قالك في التليفون مستأمن يعني. مفيش داعي للكلام. اقطم يا حبيبي، اقطم. اتفضل، شنطة الفلوس اهي.
تركبوا العربية وتطلعوا ورانا لغاية ما توصلي للعنوان. لما توصلي تعاملي عادي كأن مفيش أي حاجة، وتحطي الفلوس في المكان اللي يقولك عليه، وبعديها تاخدي الواد وتخلعي، والباقي ملكيش دعوة بيه. حاضر. ثواني يا رجالة، ثواني وراجع لكم. بنت يا توبة. ايه يا بنت؟ ايه اللي مرجعك في نصاص الليالي كده؟ احنا مش متفقين مفيش رجوع متأخر تاني. على عيني يا معلم زينه، بس ست فتحية كانت قصداني كده في طلب حريم، وانت عارف فضلها عليا، ما اقدرش اتأخر عليها ابدا. اصيلة بنت، عشان كده انا بحبك. خلاص هنعديها المرة دي، بس المرة الجاية عشان نبقى على نور هيبقى في ثواب وعقاب. لا لا لا، تف من بقك، وانا اقدر على عقابك برضه. انت انا حتى غلبانه وعدني طاري. اوعى تقسى عليا يا معلم زينب. يخرب بيتك يا بنت، اقسى على مين؟ انا مش عارف انت بتعملي فيا ايه، بتدربكي دماغي وعواطفي ومش ما ببقاش عارف اقول كلمه. حاضر حاضر جاي. اللي عن ابو الشهامه على المرجله، هو ده كان وقته؟ بالاذن يا قمر. انت ما تستأذنش، حاسك كفايه. انا ياما يا انا ياما. حاضر يا عرموت. اتفضلي يا ماما اتفضلي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، نورتي الدنيا. الحمد لله على السلامه يا رزا كامل. ماما اقدم لك صفاء وسليمان ومجدي. وانا اعرفهم دول؟ لا يا ماما، انت لسه بتتعرفي عليهم. نورت يا ست الكل، نستأذنكم. على اذنكم. سلمي على جدتك يا بنت. جدة مين؟ انا مش جدة حد، افهموا كويس قوي عشان نبقى متفقين. انا ناز ناز هان، مفهوم؟ علي بقى. انا من هنا ورايح خلاص، بقى اسمي نازك جونيور. الحمد لله على السلامه يا نازك هاني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين دي؟ وانت لسه عايشه يا ست انت؟ طب انت لسه عايشه، اشمعنى انا اللي مش هبقى عايشه؟ وانت قصدك ايه يا خرفانه انت؟ انا قصدي ان انا اصغر منك، لولاش يعني شويه الشد والنفخ اللي انت عملتهم وصرفت عليهم فلوسك. انت يا كركوبه، انت اصغر مني يا ولدي يا خرفانه. ما كانش بتاخده مفعول وابتدى يروح. لا 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 لا، ما بينسوش ابدا انهم ضرروا. يا جماعه اهدوا اهدوا، مش كده اهدوا. اديني سايبه لك المطرح وماشي. دلاوه يا كركوبه خرفانه اهو انت. وقفي هنا، شفتكم خلاص. انزلي لوحدك وسيبي السبع اللي معاكي في العربية. بيقول انزلي لوحدك. ما تقلقيش أنا معاك. انزلي. شايفة صندوق الزبالة اللي هناك ده؟ أيوة شايفاه. تقربي منه وتحطي الأمانة، وأي حركة غدر بطلقة واحدة أخلص على الواد قبل ما تعدي المزبلة. أنا مش عايزة أي مشاكل، انا عايزه بس الولد. ما تعليش صوتك، حط الفلوس وخدي الواد وانت ساكته. جمال، حط الفلوس وخدي الواد وانت ساكته. حاضر. تعالي حبيبي، دل على سلامتك يا حبيبي. يلا حبيبي. يلا حبيبي، يلا بسرعة. يلا بسرعة. يلا بسرعة. الاقي معاك ولاعه.
تمام سعد، دخله له. أنا مش عايزك تفهمني غلط والله، بس أنا عاملة زي اللي بتغرق وما صدقت لقيت حد ينجيني وياخد بإيدي. إيه الكلام الكبير ده؟ شوقتيني أعرف إيه؟ أنا بقى بعد ما خدت الثانوية العامة صممت أنزل على مصر وأعيش مع عمي مجدي عشان أكمل تعليمي وأحقق حلمي. حلمك؟ أيوه حلمي، الغنى. أنا واخدة الأولى على مدارس البحيرة كلها في كل مسابقات الغنى، لكن للأسف أنت عارف عيلتي كلها فلاحين، وفوق كده كمان بنت عمدة، عشان كده صمموا اني ادخل كلية الاداب ورفضوا تماما اني ادخل اي حاجة ليها علاقة بالموسيقى. خلاص متشكرة قوي، سيبهولي وتفضل انت وزمالك. انت مرزوق اللي خطف امي. لا يا عادل، مرزوق ما خطفنيش. ايه يا ماما اللي بتقولي ده؟ امال انت كنت عنده بتعملي ايه؟ مش هتكلم ولا كلمة الا لما تفكوه. نفكه يعني ايه يا ماما؟ ده مجرم. لا يا عادل، مرزوق مش مجرم، فكوا بقى من فضلك. فكوا يا عادل وخلصنا، خلينا نشوف حكايته ايه. ده راخر. حرام عليكم، حرام عليكم، انا ما عملتش حاجه على البهدله اللي انتوا مبهدلاني دي كلها. خلاص يا مرزوق ما تتكلمش ولا كلمه، انا هفهمهم كل حاجه. مرزوق ما خطفنيش، مرزوق يا جماعه اتخطف معايا. ايه؟ اتخطف معاكي؟ كل ده واتخطف معاكي ازاي؟ مرزوق ده انسان طيب وشاب. انا ما بقتش فاهمه حاجه، عماله تقولي مرزوق مرزوق مرزوق، يطلع ايه زي مرزوق ده؟ انا جوزها يا ست هانم. اسود. فانت لو تقدر تساعدني ان انا اقدم في كليه تربيه موسيقيه يبقى كتر الف خيرك. تكلم مع مين يا بنت صفاء؟ مفيش. هو ايه اللي مفيش؟ انا سامعك كنت بتكلم مع حد وانا معدي من جنب الاوضه. انا مش كذاب، يمكن كنت بتكلم مع نفسي شويه بصوت عالي. ليه يا حبيبتي بتتكلم مع نفسك ليه؟ اتجننتي؟ تليفونك. ايه؟ لا طبعا، انت ما بتثقش فيا ولا ايه؟ اثق فيك انت عيل، انا واحد ما بثقش في امه اصلا. اوعي يا بنت تكوني فاكره عشان انا مولود ومتربى في مصر ابقى خلاص بقيت شاب لارج وبحط لبانه بوقي. لا يا ماما، انا مجدي سليمان غانم، يعني لففها وبرمها من زمان. تليفونك. لا مش من حقي. هو ايه اللي مش من حقي؟ انت عبيطه؟ هو انا ابن الجيران ولا زميلك في الجامعه؟ انا عمك. هاتي يا حبيبتي. سولي؟ سولي ابن سليم البدري. ده انتوا ليه كوزفت انتوا الاثنين؟ هو مجدي دخل عليكي ولا ايه؟ انا عارف صوته. وحياه امك لا مجدي هو اللي هيدخل عليك النهارده. خش بقى. اسمع يا استاذ عادل، مع احترامي بقى انك اخ اختي والجو الملخبط بتاعكوا دوت، الواد اللي اسمه سولي اخوك دوت نهايته على ايدي النهارده. ايه يا مجدي؟ ايه مالك بتزعق كده ليه؟ اطلعي فوق يا وصيف. حاضر. ايه ده يا زهره؟ ايه ده ايه ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مجدي اخويا يا ماما. اخوكي يعني ايه اخوكي؟ انا ما خلفتش البتاع الجربوع ده. في ايه يا اخ مجدي؟ بلا مجدي بلا بتاع بقى. هطلع الاقي البنت بنت اخويا بتكلم اخوك دوت ومن ورا ظهري، وهو من كام يوم عامل لي فيها ابو الرجاله وبيديني محاضره في الاخلاق والشهامه. هو ده الصح؟ هم دول بقى اولاد البشوات اللي رضعوا في السرايات؟ هي دي الاصول؟ لا يا سيدي، ده ما يصحش ودي مش اصول، لكن الغلط عليهم هم الاثنين. احنا ما نعرفش حصل ايه بينهم في المكالمه اللي انت منفعل قوي عليها كده. لا يا حبيبي احنا بقى ما بنستناش عشان نعرف، لما مؤاخذه احنا بننفذ على طول. مجدي ممكن تتكلم بطريقه ارقى من كده مع عادل؟ لو مش عامل حساب انه اخويا على الاقل اعمل حساب فرق السن اللي بينكم. زهره انا راجل البيت دوت واعمل فيه اللي انا عايزه. وهو راجل البيت يعلي صوته كده على تشوف عنده؟ يا ستي بيتي وانا حر فيه. انت شايف كده؟ ما تصلوا على النبي يا جماعه، ده احنا اخلص انت خالص. حاضر. اهل ده ايه؟ انا اسف. عادل استناني انت وماما، هلم هدومي واجي امشي معاكم. اوعى وسعني. اوعى يا زهرة. يا زهرة استني بس. يا زهرة يا زهرة يا اختي حقك عليا، انا ما كانش قصدي. وبعدين برضه انا فلاح ودمي حالي.
دمك حامي وبتهين اختك قدام واحد غريب وبتسخني قدام امي واخويا. يا زهرة بقول لك مش قصدي. في ايه يا ولا؟ انت زعلت اختك ولا ايه؟ ادخلي لها يا خالتي وصمت لم هدومها وتمشي. والكلب انا مش هسيبه. يعني خلاص يا مامي هنمشي من هنا؟ ايوه هنمشي. قومي حضري حاجتك يلا. اوكي. استهدي بالله يا زهرة، دي ساعة شيطان. الواد مجدي ده واد هايف، ما تاخديش على كلامه. اسمعيني انت كويس، انا عشت حياتي كلها متبهدله، بتنقل من بيت لبيت ومن ام لام ومن زوج لزوج، لكن مش هيجي عليا الزمن اللي حته واد صعلوك ابن فتحيه الخدامه يعلي صوته عليا ويقول لي بيتي. انا مش ضعيفه ولا انا محتاجه لحد، انا قويه، قوية قوي لدرجة ممكن أأذي أي حد. أي حد ممكن يمس شعرة مني أو يفكر يهني. بنت يا زهرة، إيه يا بنت الشيطان اللي في عينيك ده؟ على ما هي ماما، خدي بالك من السيف. طب تعمل إيه هنا؟ إيه اللي بعمل إيه هنا؟ مروح معاك. إيه ده؟ انت اتجننت يا مجنون انت؟ انت صدقت نفسك ولا ايه؟ ده انا هوديك في 60 داهية. وبعدين انا امي اتجوزتك ازاي وهي سايبة البطاقة بتاعتها هنا؟ بكارنيه النادي؟ لا يا حبيبي، الكلام ده تقوله في المحكمة، انما نزوكا مراتي على سنة الله ورسوله. ارزوق، روح انت دلوقتي وانا هكلمها. خلاص، طالما طلعت من حنك يا ست الكل، ماشي، بس بقول لك ايه؟ ابي اكتبي لي عنوان عيشتي الزوجية عشان ابقى اجي اشقر. أنا معايا رقم تليفونك هنا. استناكي على نار يا نزوكة. يا عمر، وضبي البيت. يلا يا ماما. ماما وزهرة ووصيفة جايين معايا. يلا سلام. أنا دلوقتي عايزة أروح بيتي. بيتك إيه بس يا ماما؟ إحنا ما ينفعش نسيبك تاني لوحدك أبداً. إحنا نقعد كده مع عادل يومين ثلاثة لحد ما أوضب لك أوضة عندي في البيت وتتنقلي تعيشي معايا. أبو مرزوق. مرزوق؟ مرزوق إيه بس يا ماما؟ مفيش فايدة، مفيش فايدة. نازك السلاح دار، هي نازك السلاح دار. والنبي لما تبقي حتى عندك 100 سنة مفيش فايدة. بس المرة دي بقى غير يا ماما. غير يعني إيه يا زهرة؟ يعني إيه غير؟ أنا حاسة دلوقتي إن بعد ما عرفت الولد ده صحتي ردت وصغرت 20 سنة. يا ماما انت حاسه انك صغرانه علشان بطلتي الدواء اللي كانت بتديهولك المجرمه اللي اسمها رحاب دي. دواء ايه؟ مش مهم دواء ايه دلوقتي، المهم والاهم انك هتتسجني. هتسجن ليه يا زهر؟ يا ماما يا حبيبتي، انت دلوقتي في نظر القانون بتجمعي بين زوجين. زوجين؟ زوجين ازاي يعني؟ طلعت مات. يا ماما طلعت الشماشرجي ما ماتش، طلعت الشماشرجي لسه عايش. يلا يا ماما، يلا حبيبتي، يلا 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 على مهلك، في زلمة هنا. جه مجدي، جه يا شباب، شفتوا؟ زي ما توقعت. بص يا معلم، احنا ما عندناش اي مشكله اننا نتخانق، بس قول لي اول هتعمل ايه في منظرك قدام الجيران؟ دي هتبقى فضيحه يا سولي. انزل يا سولي لو راجل، اللي لا دخلتك يالا. فضحنا واللي كان كان. مستخبي يا جبان. طب ورحمه الكونتيسه؟ لا خليك مسخه قدام عمارتك. ايه يا ولد؟ ده احترم نفسك. ايه الغاغه اللي انت عاملها دي؟ انا محترم نفسي يا عم الحاج، احترم انت بس سنك. بنات الناس مش لعبه. الواد اللي عندكم في العماره ده بيعاكس واحده من اهل بيتي. بتلم بقى ولا ايه؟ اللي انت بتعمله ده مش تفهم الاول؟